مما جاء في هذا النوع من الغلو ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لا تلبس ثيابا جديدة ونظيفة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، صنع لسلمان طعاما، فقال له: كل. قال يعني سلمان قال لأبي الدرداء: كل معي يعني. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بأكل حتى تأكل. قال: فأكل يعني أبو الدرداء. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم للصلاة، فقال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا معا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى يعني أبو الدرداء أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، يعني وافق سلمان في رأيه وفي اجتهاده.